بسم الله الرحمن الرحيم، أعزائي التلاميذ والتلميذات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والآن مع درس طريق السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان، إنه لكم عدو مبين. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. صدق الله العظيم. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. كلمة يشري هنا معناها يبيع، يبيع، والمضاد يشتري. ابتغاء أي طلب، مرضات الله أي رضا الله، رؤوف معناها رحيم. في هذه الآية نموذج لرجل اتبع سبيل السلام مع أعدائه طلبا لرضا الله وحبا لنبيه. هذا الرجل هو الصحابي الجليل صهيب الرومي الذي ضحى بماله كله كي يتركه كفار قريش يهاجر إلى المدينة. إذن ففي هذه الآية نموذج لرجل أراد أن يتبع سبيل السلام وابتعد عن الحرب لكي يتركه الكفار يهاجر إلى المدينة، وضحى بماله كله كي يتركه الكفار يهاجر إلى المدينة. هذا الصحابي الجليل هو صهيب الرومي. الجماليات، يشري نفسه معناها تعبير، يشري نفسه تعبير جميل يدل على التضحية بالمال والنفس إرضاء لله ورسوله. والله رؤوف بالعباد، تعبير جميل يدل على رأفة الله بعباده ورحمته الواسعة. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان، إنه لكم عدو مبين. كلمة آمنوا معناها وحدوا الله، وكلمة السلم معناها السلام. كلمة كافة معناها جميعا، مبين معناها ظاهر وواضح. وهنا في هذه الآية دعوة عامة لكل إنسان كي يدخل في طريق السلام كما دخل الصحابي صهيب الرومي الذي حقق، لابد أن يدخل في طريق السلام الذي يحقق له الأمن والاستقرار. وفيها نهي أيضا عن اتباع طريق الشيطان وهو طريق الفساد والخصام الذي يؤدي إلى الخوف والقلق والعداء بين أفراد المجتمع. الجماليات، لا تتبعوا خطوات الشيطان، هذا أسلوب نهي، وهو أسلوب نهي للتحذير من السير في طريق الشيطان الذي يؤدي إلى هلاك الإنسان. إنه لكم عدو مبين، تعبير جميل بيؤكد عداوة الشيطان للإنسان، وهو وسيلة التوكيد هنا إن، يبقى هنا أسلوب مؤكد وهو تعبير جميل بيؤكد عداوة الشيطان للإنسان، ووسيلة التوكيد هنا كلمة إن. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. كلمة عزيز هنا معناها القوي القادر، كلمة حكيم معناها يصرف شؤون خلقه بقوة وحكمة، البينات معناها البراهين والأدلة، زللتم معناها ضللتم عن الحق. ونجد هنا في هذه الآية أعزائي التلاميذ تحذيرا لكل إنسان من الانحراف عن طريق الاستقامة، لأن ذلك سيعرض الإنسان لعقاب الله القوي القادر الذي يصرف شؤون الخلق بقوة وحكمة. إذن فهنا تحذير من الله سبحانه وتعالى للإنسان أو لكل إنسان من الانحراف عن طريق الاستقامة. الجماليات، فاعلموا أن الله عزيز حكيم، هذا أسلوب أمر، فاعلموا للتحذير من الاستمرار في الانحراف عن طريق الاستقامة، أسلوب أمر للتحذير. معاني المفردات أعزائي التلاميذ، يشري معناها يبيع، وابتغاء معناها طلب، مرضات الله أي رضا الله، رؤوف معناها رحيم، آمنوا أي وحدوا، السلم معناها السلام، كافة معناها جميعا، مبين معناها ظاهر وواضح، عزيز قوي وقادر، البينات معناها البراهين والأدلة، والبينات جمع والمفرد بينة، زللتم معناها ضللتم عن الحق، حكيم أي يصرف شؤون خلقه بقوة وحكمة. من جمال التعبير في النص هنا تجميع لجماليات التعبير في النص، يشري نفسه تعبير جميل بيدل على التضحية بالمال والنفس، أنه مستعد أن يضحي بأي شيء من أجل أن يحقق ما يشاء. تعبير جميل يدل على التضحية بالمال والنفس إرضاء لله ورسوله، أي أنه يضحي بأي شيء من أجل إرضاء الله ورسوله. والله رؤوف بالعباد، تعبير جميل يدل على رأفة الله بعباده ورحمته الواسعة بهم. يا أيها الذين آمنوا، هذا النداء للمؤمنين فيه تعظيم وتكريم لهم. يا أيها الذين آمنوا، أن الله سبحانه وتعالى خص المؤمنين بالنداء وفيه تعظيم وتكريم للمؤمنين. ادخلوا في السلم كافة، أمر للحث على الدخول في السلم والابتعاد عن العدوان، هذا هنا أسلوب أمر وفيه
حث على الدخول في السلم والابتعاد عن العدوان. لا تتبعوا خطوات الشيطان، اسلوب نهي للتحذير من السير في طريق الشيطان الذي يؤدي الى هلاك الانسان. انه لكم عدو مبين، هنا تعبير جميل يؤكد عداوة الشيطان للانسان ووسيلة التوكيد ان. فاعلموا ان الله عزيز حكيم، اسلوب امر للتحذير من الاستمرار في الانحراف عن طريق الاستقامة، اسلوب امر غرضه التحذير. خلاصة الدرس اعزائي التلاميذ، طريق السلام. صهيب الرومي ضحى بماله كله كي يتركه الكفار يهاجر الى المدينة. وفي الايات دعوة عامة لكل انسان كي يدخل في طريق السلام الذي يحقق له الامن والاستقرار. ونجد ايضا تحذيرا لكل انسان من الانحراف عن طريق الاستقامة. كيف يأتي السؤال في هذا الدرس اعزائي التلاميذ؟ مرادف كلمة مبين، يا ترى ظهور ولا ظاهر ولا ظهر؟ كلمة مبين معناها ظاهر وواضح. جمع كلمة عدو، عدو واحد، عدو وعدو وعدو، هي مجموعة من الأعداء ولا عادة ولا معاد، إنها كلمة أعداء. مفرد كلمة البينات كما قلنا، بين ولا مبين ولا بينة، مجموعة من البينات، الواحد منها نقول عليها إيه؟ ممتاز، نقول عليها بينة. مضاد كلمة يشري، مضاد كلمة يشري، يا ترى يشير ولا يشتري ولا يبيع؟ إنها كلمة يشتري. اقرأ الآية ثم أجب. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. من المخصوص بالنداء في هذه الآية الكريمة؟ ولماذا خصهم الله تعالى بالنداء؟ المخصوص بالنداء في الآية الكريمة هم المؤمنون، وخصهم الله بالنداء تعظيما وتكريما لهم. ما معنى السلم؟ وما مضادها؟ وما مرادف تتبعوا؟ معنى السلم، من يقول؟ السلم اللي هي ايه؟ ممتاز، السلام. طيب عكسها ايه؟ احسنت، فتح الله عليك، الحرب. ومرادف كلمة تسيروا اي تتبعوا، مرادف كلمة تتبعوا اي تسيروا على خطى، مرادف كلمة تتبعوا ومعناها تسيروا على خطى. عن اي شيء نهانا الله تعالى في الآية السابقة؟ عن اي شيء نهانا الله تعالى؟ نهانا عن اتباع خطوات الشيطان او ان نسير على خطى الشيطان. ما صفات الله تعالى التي وردت في الآيات؟ أن الله رؤوف بالعباد وأن الله عزيز حكيم، تلك هي الصفات التي وردت في الآيات التي درسناها. اقرأ الآية ثم أجب. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. ما الجمال في قوله تعالى فاعلموا أن الله عزيز حكيم؟ أيوة ممتاز، هنا أسلوب أمر للتحذير من الاستمرار في الانحراف عن طريق الاستقامة. يبقى فاعلموا أن الله عزيز حكيم أسلوب أمر غرضه التحذير. هات من الآية أمر وأسلوب مؤكد وجمع مؤنث وحرف. أمر من يطلع أسلوب أمر أو أمر من الآية الكريمة التي قرأناها؟ أمر، ممتاز، فاعلموا، اعلموا، فعل أمر. طيب أسلوب مؤكد، أيوة لابد أن يكون هناك تأكيد، ممتاز، أن الله عزيز حكيم. طيب جمع مؤنث، مين يطلع لي جمع مؤنث من الآية؟ نبحث وندور، مين يقول أيوة البينات، فتح الله عليك. حرف، نطلع حرف جر من الآية، فإن زللتم من بعد، ممتاز، إنها كلمة من. إذن فالأمر في الآية فاعلموا، أسلوب المؤكد أن الله عزيز حكيم، جمع مؤنث هنا كلمة البينات، والبينات جمع والمفرد بينة، وحرف طلعنا أو استخرجنا كلمة من. اقرأ الآية ثم أجب. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. ما معنى كلمة يشري؟ وما مضاد ابتغاء؟ وما جمع عزيز؟ معنى كلمة يشري هنا معناها يبيع، وما مضاد ابتغاء؟ معناها مضاد ابتغاء رفض. جمع عزيز، عزيز وعزيز وعزيز، أعزاء. من الصحابي الذي باع نفسه إرضاء لله؟ الصحابي الجليل هو صهيب الرومي الذي ضحى بماله كله كي يتركه كفار قريش يهاجر إلى المدينة. مما تحذر الآيات؟ ولماذا تحذرنا الآيات من الانحراف عن طريق الاستقامة؟ لأن ذلك سيعرض الإنسان لعقاب الله القوي القادر الذي يصرف شؤون خلقه بقوة وحكمة. إلى هنا أعزائي التلاميذ نكون قد وصلنا لنهاية درسنا الحالي، ومع نفهم نتعلم ببساطة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.